مرحبا، في هذا الفيديو سوف تتعلم المزيد عن الامتحانات في الموكس. يستخدم الموكس أشكال مختلفة من الامتحانات. القاسم المشترك بين جميع الموكس هو أن التقييم لا يقوم به أستاذ. الأعداد الكبيرة من المشاركين في الموكس ببساطة تجعل هذا الأمر من المستحيل. العديد من الموكس تستخدم اختبارات الخيارات المتعددة والمهمات الحسابية، وعادة ما تتم مراجعة مثل هذه الفحوصات ذات الإجابات الصحيحة بوضوح من قبل خوارزمية أو طريقة الحلول الحسابية. الميزة في هذا هي أنك تعرف على الفور ما إذا كنت حصلت على الإجابة الصحيحة. الخوارزميات أو طريقة الحلول الحسابية هي طريقة صارمة للغاية، لذلك لا يمكنك التفاوض على محاولات إضافية أو تصحيح إجابتك بمجرد تقديمها. لذا احرص دائما على قراءة التعليمات بعناية. المهام الأكثر تعقيدا والتي لا يمكن الإجابة عنها بصح أو خطأ غالبا ما تتم مراجعتها من قبل أقران، وهذا يعني أن مجموعة من الطلاب الذين يأخذون نفس الموك يقومون بتقييم عملك، ويتعين عليك أيضا تقييم عمل طلاب آخرين. لمنع الاحتيال الأكاديمي، الامتحانات الهامة مثل منتصف المدة وامتحانات نهائية غالبا ما تكون محدودة زمنيا أو لا يمكن القيام بها إلا عن طريق برنامج مراقبة عبر الإنترنت، وهذا يعني أنه أثناء إجراء الامتحان يتم مراقبتك من خلال كاميرا ويب، ويتم التحكم في جهاز الكمبيوتر الخاص بك للتأكد من أنك لا تفتح أي موقع أو ملاحظات أخرى، وهذا ما يسمى Online Proctoring.